جي إلى المبرر الثالث وهو تنبيه الغافل. خلي بالك وياي، ما هو الفرق بين تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل؟ بعض الفقهاء يقول لا فرق بينهما، لكن بعض الفقهاء والذي نتكلم على ضوء رأيه يقول هنالك فرق بين إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل. إرشاد الجاهل يكون في موارد الجهل بالحكم، وأما تنبيه الغافل يكون في موارد الجهل بالموضوع. شنو يعني هذا؟ شوفوا إخواني، إحنا عندنا حكم شرعي وعندنا موضوع للحكم الشرعي، خلوا هذا بذهنكم. عندنا حكم وعندنا موضوع، خلوا أوضح لك بالمثال. الآن تقول القاتل يجب قتله، هذا شنو؟ حكم شرعي بعد. القاتل ماذا؟ يجب قتله، حكم شرعي. زين، هذا الحكم الشرعي إلى موضوع، من القاتل؟ زيد أو عمر؟ زيد أو عمر هذا موضوع الحكم. القاتل منه؟ زيد أو عمر، هذا موضوع الحكم الشرعي. بعض الأحيان الإنسان يجهل ماذا؟ الحكم. وبعض الأحيان يعرف الحكم ولكن يجهل الموضوع. يعرف أن القاتل يجب قتله لكن يجهل أن القاتل هو زيد شنو أم عمر. إرشاد الجاهل يكون في موارد الجهل ماذا؟ بالحكم. تنبيه الغافل يكون في موارد الجهل بالموضوع. إذا كان الموضوع من المهمات، يعني أنا أشوف واحد ماسك واحد أريد قتله، ليش تقتله؟ يقول لك هذا زيد القاتل، وأنا أعرف أن القاتل هو من؟ عمر. هنا ماذا؟ يجب إيقافه وتصحيح المعلومة له. هذا تصحيح المعلومة يعبر عنه تنبيه الغافل. يجوا بعضهم يقول إحنا لما نخوض معركة الصراع حول بعض الشعائر الحسينية فإن ذلك من باب تنبيه الغافل. قل له شلون؟ يقول لك لوجود جهل بالموضوع. يقول لك كيف جهل بالموضوع؟ يقول لك احنا عندنا حكم في الشريعة وهو ماذا؟ وهو يحرم الاتيان بما يوهن المذهب. هذا حكم، يحرم الاتيان بما يوهن مذهب. ودول الجماعة يعرفوا هذا الحكم لكن عندهم جهل بالموضوع، ما يدروا أن هذا اللي قاعدين يسووه من موهنات شنو؟ المذهب. يعملون عملا لا يعلمون أنه يتسبب في توهين المذهب، فنحن إنما نواجههم من باب تنبيه غافل، ترى التفتوا أن ما تفعلونه يوهن المذهب، فهذا تنبيه الغافل. نقول أيضا هذا المبرر لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن الذين يختلفون معنا في بعض مظاهر الحزن لا يجهلون الموضوع. خلي بالك هذه المعلومة، هم لا يجهلون الموضوع وإنما يختلفون معنا في تشخيص الموضوع.
نحن نشخص بأن هذا يوهن شنو مذهب، وهم يشخصون بأن هذا يقوي المذهب. اختلاف في التشخيص، هم لا يجهلون الموضوع بل يعلمون الموضوع، ولكن يختلفون معنا في تشخيصه. حينئذ إذا اختلفنا في التشخيص، أنا أفرض تشخيصي على الآخرين أو هم يفرضون تشخيصهم علي، أو كل يعمل على طبق تشخيصه، شنو الضابط الشرعي؟ كل يعمل على ماذا؟ على طبق تشخيصه. إذن أنا لا يصح لي أن أواجههم بعنوان تنبيه الغافل، لأنهم لا يجهلون الموضوع.